السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم عبد الرحمن الخادم من قناة دحوم فور كارز. وأخي الكريم، يسعدني اشتراكك بالقناة إذا كنت من عشاق عالم السيارات. عموما أخوي الكرام، بغض النظر عن عنوان الشاطح من جد العنوان صار، لكن بطريقة ثانية. فعموما يا جماعة الخير، سالفة ما فيها، طبعا شريت مرسيدس جي ال اي كوبي جديد، فقلت ما شاء الله ما دام هي خربانة نركب لوحة. رحت المزاد حق اللوح على اساس بشتري كم لوحه كذا قدامي، اباخذ احسن واحده فيهم. كل ما اساوم ناس تزاود، كل ما ازاود الناس تزاود. عجزت، لوح ما تسوى صراحه، راحت بقام غاليه. المهم وفجاه تطلع لوحه ميم نون، طبعا ياء، هي تقرا منى لكن تسجل في الدوله ميم نون ياء 303. صراحة اللوحة حقيقة تقولي ببلاش ما أخذتها، بس كذا كان فيني الحماس زايد. يسمون 5 6 7 8.5 9، وعبد الرحمن خويكم المساكين يدفع ويتخرفن 9500، ويلا 9500 ما حد زاد. يا عبد الرحمن يا رب أحد يزود، ما حد زاد. عموما جت من نصيبي، لكن الحمد لله هذا اللي صار. فأخذنا اللوحة وبنركبها الحين على الموتر، والله يعطينا خير ويكفينا شر. نبدأ استخدام الموتر من الآن. طبعا نروح الحين أصور لكم الموتر، وهذه سيارتي الجديدة ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه طبعا خلينا برضو نتكلم عن الأشياء اللي ركبتها والأشياء اللي سويتها في السيارة. ركبت عازل الواجهة من الرمال، طبعا تلاحظون الكبوت، الرفارف، الصدام، الشمعات، أطراف هذه الحناية موجود فيها، والمراية. وبرضه من ضمن القائمة أعطوني الأبواب والأبواب جوانبها. طبعا هذا شغل مركز ميداس ويندوز فيلم. طبعا حتى التظليل اللي أعطوني، هذا هو التظليل. التظليل يكلف 650، الواجهة تكلف 1400. شوف الأشياء اللي تشملها، يعني أنا وش دافع 650 على تظليل أمريكي ضمانة 10 سنوات، حماية الواجهة برضو 10 سنوات، تشمل الواجهة، الشمعات، الصدام، تقريبا ربع الرفارف وغطاء المحرك الكبوت والزوايا هذه والمرايات، تجاويف الأبواب وأطراف الأبواب. وبرضو ما شاء الله تبارك الرحمن، شوف ايش سووا لي، عشان اذا كنت مسافر ولا شيء استخدمت الشنطه او شيء حاطين. طبعا ما شاء الله مو باين معكم، لانه ما شاء الله شغله ممتاز. حتى حق البنزين سووا لي اياه، ما ادري اذا كان واضح معكم ولا لا. هذه عموما خلينا نروح نشوف اللوحه اللي المنى هذه اللي انا ما اعرفها والله، الله يستر. بس من ام حال الحين تقول لي مين منى هذه، والله ما اعرفه. هذه والله ما اعرفها، مين هذه منى يا شباب؟ حتى في تاريخي كله قاعد اتذكر عبد الرحمن، اتذكر كذا واحده اسمها منى، كذا كانت اعطتك نصيحه، اعطتك شيء، ما تذكرت طبيبه عالج، ما في. طبعا هذه هي اللوحه. عموما نبي نركبها الحين على الموتر، بنطلب الطويله ان شاء الله. بكره بروح اطلب الطويله، لان السياره الفخمه تستحق لوحه طويله، لكن السيارات الشعبيه لا، صراحه على اللوحه القصيره افضل. فعموما يلا يا كبير، بسم الله ركب لوحة. هذه خلنا على دم ما يركب اللوحات، خلنا نتفرج على السيارة من الداخل، نتعرف على المرسيدس الجي ال اي. طبعا وش اللي خلاني اخذها صراحة، ان انا من زمان ناوي اشتري سيارة جديدة تكون فخمة، كان طموحي جي كلاس، لكن يعني العين بصيرة والايد قصيرة. الحمد لله على كل حال، يعني تخيل اروح ادفع 800000 900000 على سيارة. فمن زمان وبرضه الجي ال اي كوبي احد السيارات اللي كنت انا معجب فيها ومغرم فيها اول ما نزلت تقريبا ب 2016، لكن كان سعرها شاطح جدا جدا. فعموما الحمد لله انه فكروا الشركه يغيرون الشكل عشان ينزلون السعر. فعام 2020 بيكون الشكل، الدفعه الثانيه طبعا شكل مختلف تماما، لكن صراحه في عيني هذه اجمل، اخذتها عن قناعه صراحه، وبالسعر ارخص ولله الحمد. هذه هي طبعا، هذه واردة خليج على فكرة، حتى مواصفاتها حلوة. تلاحظون فيها تكييف خلفي، هذا مكيف خلفي تماما، تلاحظون اخبار، هذا مكيف خلفي.
فتحاتها هنا. طبعا هذه الفئة يسمونها النايت باكج. طبعا فيها ما شاء الله فيها حق تحديد المسار، وفيها تنبيه ما قبل الاصطدام، ونقطة عامية، محركها 3.0 توان تيربو، حدود طبعا ما اعرف الى الان كم حصان، لكن يتكلمون بحدود في ناس تقول 365، في ناس تقول 395، حتى هذه اللحظة انا ما اعرف كم حصان، لكن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله من جد استمتعت بقيادة السيارة. يمكن تكبس لها كذا طا 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 تعطيك شكامين، ما ادري وش اسمه، بس انها اكزوست حقها AMG، السيارة بالكامل جاية AMG. في ناس الحين بيقولوا يا اخي انت ايش دخلك بالمرسيدس يا اخي، خلك على التويوتا. هو بيني وبينك يعني هو فيها وجهة نظر، انا من عشاق التويوتا، لكن حبينا نشطح يا اخي. ايه يا جماعة خليني اوريكم اللوحة بكم شاريها، ما تسوى 7000 6000 بعد، والله رحنا فيها بس الحمد لله يا رجال العوض على الله. هذه شوف اللاب كم شاريها عبد الرحمن الخالدي، ناظره 9500 والله العظيم قسم بالله. المشكلة ما في يعني واحد يقول والله على اسم بنتك على اسم زوجتك، لا والله أبد يا أخي، على اسم حبيبتك، لا ما حصلش كده والله، لكن الحمد لله بسم الله الله، بس الله يعيننا على أم حالة. بس طبعا دوما يركب اللوح، هذا سقفها بانورامي. عموما خلونا نرجع، خلونا نكمل الفيديو، كمل بشطحات عبد الرحمن. عبد الرحمن مسوي نفسه ذكي، موفر بسعر السيارة مدري كم، واخر شيء دافع بلوحة مدري كم. يلا الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله كذا تيجي واحدة اسمها منى تقول اوه لوحتي بشتريها ب15 ب20 30، روح يلا جيب فلوس. بس بعدين ندور على سنة او رنا. حلا موجودة، هذا اسماء بناتي، حلا ورنا وسنة. طبعا حلا الحمد لله عندي 1000 جي، باقي ورنا والسنة يستحقون نجيب لهم لوحات بإذن الله. نشوف اللي عنده جد اللي عنده حلا أو عفوا عنده رنا أو سنة وشبيهة بالرقم هذا، ما عندي أي مشكلة يعني يعني نسوي تشينج مع بعض. فعموما هذه السالفة اللي صارت لي، من جد أعطوني لايكات كذا عشان ما أحس نفسي أني متخبر. من جد كذا ترى زعلان، مو بزعلان دافع 9500، زعلان أني أخذت شيء ما بيه، من جد والله ما بيه، لكن الحمد لله صارت وصارت. فالخسارة بالصحة، من جد الخسارة بالصحة، خسارة بالدين، كون إنسان ضيع صلاتك ضيع أمورك بعدين تكون تخسر صحتك. فهذه الأشياء الثانية الحمد لله الفلوس تروح وتجي، والحمد لله على قضاء الله. من جد ترى من جد أنا أتكلمكم ترى وأنا زعلان، خلى الفلوس 9000 و5 10000 5، الله بيعوضها الحمد لله، يعني متفائل 200% ربي بيجيبها لي ما في كلام. لكن يا أخي تأخذ شيء أنت ما تبي، فالحمد لله على كل حال. فخلنا نشوف إيش صار، ما ركبها ولا لسه، حتى للحين لا ركب لا الأمامية ولا الخلفية. خلاص طبعا بجيب لها الطويلة إن شاء الله، الطويلة تطلع أجمل. دائما السيارات الفخمة أصلا لوحة طويلة، حتى تشوفون مكانها طويل، مكان القاعدة إنه من القواعد الطويلة. طبعا هذه اللوحة الخلفية الحين بركبها، خلاص نسمي الموتر منى، وش رايكم يا جماعة؟ نوع من انواع الحلول. طبعا ما شاء الله ترى صوت الاكزوست فيه طرب، ما توقعته صراحة ان يكون بالجمال هذا. فبغض النظر عن سيارة SUV، وش اللي خلاني انا اخذه؟ لان صراحة انا من عشاق سيارات الـ SUV،
ترى فيه الشكل الجديد في ميزة حقيقية تستحق إنه واحد يقتني، لكن ذاك بيجيك بسعر شاطح. إن الدفع الرباعي اللي موجود بالسيارة تقدر تتحكم فيه، يكون في دفع رباعي أكثر من هذه أو تخصص في الأوفرود أفضل من هذه. لكن عموما أنا ما شريت السيارة هذه عشان أدخل فيها بر نهائيا. الحمد لله عندي فورد رينجر دفع رباعي، عندي في إكسار 99 مضبطة ومجهزة بالكامل، فالحمد لله مقتني عنها. لكن بغض النظر ليش مثلا ما اشتريت سيارة سيدان، انا مو من عشاق سيارات السيدان نهائيا. السيارة بالارض انا صراحة مو بزيادة احبها، خاصة يوم تدفع لك مبلغ وقدره، فدائما يكون بسيارة الافضل تكون سيارة مرتفعة، خاصة انك تقدر تسافر عليها تروح تجي طلعات، يعني صادفتك بعض الاشياء الخفيفة تقدر تستفيد منها انها مرتفعة ما تحك معك. هذه هي منى، منى صارت ورا وقدام خلاص شبكت. طولت عليكم يا جماعة الخير، وزي ما قلت اعطوني لايكات داروني فيها، احس كذا الجمهور يداريني. والحمد لله على كل حال، والسلام عليكم ورحمة الله.